تؤكد الجزائر دعمها للشعب الصحراوي الشقيق، وهو يتمسك بحقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال لأراضيه وتصفية الاستعمار نهائيا من قارتنا، قارتنا التي يعاني ساحلها من رواسب الفقر واللا أمن واللا استقرار جراء التغييرات غير الدستورية، والتي لا يقلل حجمها من إرادة بلادي في الإسهام في تجاوزها بالطرق التي تخدم مصلحة المنطقة خاصة ومصلحة القارة عامة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.